جوست للتذكير، غدا ان شاء الله عندنا طياره الصباح بكري باش نمشيو للمغرب. جينا نديماريو الطوموبيله باش نديوها نحطوها في البلاصه اللي غادي نخليوها فيها. ما بغاش ديماري مازال طاح. عمر وشادين، وهذه نحيله الطوموبيله اللي كنعيشوا فيها وكنجولوا بها القاره ديالنا افريقيا لمده عام ابتداء من المغرب. إلا بغيتوا تتبعوا معنا المغامرة ديالنا، تابوناو لاشين جوا لا اوفرلاند واكتيفيو الجرس، وما تنساوش تابعونا في الكونت ديالنا انستغرام. هلو هلو، حنا اليوم الحد، نهار الثلاث غادي نمشيو للمغرب ان شاء الله. هلو، كنصوبوا نحيلة فكنخويوها، كان داك الشيء اللي خصنا نخلوه هنايا في الدار، دير واحد السيد ابراهيم. جينا لكابارون في العاصمة ديال بوتسوانا وما كناش عارفين فين غنخليو الطوموبيل. فات كنا في الاول غنمشيو لجنوب افريقيا نخليو الطوموبيل في جنوب افريقيا. كنا خايفين وخفنا، كلشي قال لنا لا راه غتمشيو غترجعو ما تلقاوش الطوموبيل. وحنايا دويرة ديالنا حنا كلشي داير على الطوموبيل. دونك عاونونا الناس من زامبيا باش لقينا فين نخليوها في كابارون. دونك غادي نخليوها عند واحد السيد في دارو مغطية، عندو الغطا فين تغطى الطوموبيل وكلشي والحراسة وكلشي. حنا دابا جالسين مع واحد السيد هنا ابراهيم مصري، وغنخليوها في واحد الدار ديال واحد السيد هندي. المهم عمرها دار كلشي، الناس اصلا كلشي كيعرف شي وكلشي كيعرف شي ظريفين، كلشي ناس ظريفين وكلشي ناس كيرحبوا بنا. دونك حنايا الحمد لله كنحسوا بامان، نخليوها على خير. غادي دابا هي كنخويوها ونقيوها. الحوايج خصنا نديو المغرب اللي ما خصناش نديو، داكشي حوايج عبد الهادي السكرادي حتى هما راه خصنا نديوهم. و دونك غادي نخليكم تشوفوا معنا شويه شنو غادي نديو شنو غادي نخليو، وغادي نوريوكم فين غادي نخليو الطوموبيل، وفقط غادي نسافروا وكلشي ان شاء الله. شنو الاحساس ديالك فين نمشيو المغرب؟ ما عرفتش باقي، باقي اون رياليست، باقي ما مستوعبينش انا انه غادي نوقفوا شهر من الحياه ديالنا وغادي نمشيو للمغرب. دونك ان شاء الله صافي باسي ان شاء الله ان شاء الله. يلا نخليكم خصنا نجمعوا. الو عندنا بزاف ديال الحوايج ما يتصبنوا، وعندنا نهار باش نصبروهم ونشروهم قبل ما نمشيو للمغرب ان شاء الله، وبزاف ديال الحوايج مغبرين ومغيسين وداكشي. دونك باش باش ندخلوا للمغرب نقيين ما يقولوش عايشين في ولكن شتفوا عليهم ولكن بارك 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 جمال عصام. صباح الخير عليكم. الو كما شفتوا البارح درنا التصبيب نشناهم هنايا، وقلنا راه الشمس ما غاديش غادي نشوفوا دغيا. ما عمرها ما طاحت النهار اللي دخلنا جنوب افريقيا كلها في بوتسوانا، والبارح في الليل طاح الشتاء واليوم النهار كامل طايح الشتاء. دونك ما تنشروش. جوست للتذكير غدا ان شاء الله عندنا طياره الصباح بكري باش نمشيو للمغرب. جينا نديماريو الطوموبيله باش نديوها نحطوها في البلاصه اللي غادي نخليوها فيها. ما بغاش ديماري. ها ها مازوت مالو خسر ولا قليل؟ بومبيت عندك سيراتور، كاين مشكلة في لاريفي في المازوت. يا ربي ما تكونش البومبا مازال طاح. مشكله انا ولا جوست المهم فتي كود ستريس قبل ما نمشيو للمغرب. عتي هاد الصباحات صباحين مقلوبين الشتاء والروينه بوتسوانا، ما بغاتناش نمشيو داكشي علاش. شنو غدير؟ غنبدلو عندنا ريزيرف تيو ديال دوريت ميكانيتي. واه لا تقبو قداش باش تقباز ولا سكوت ما عرفتش خصك ديري في اخرين وريني شوف هذا التعراس شو كان يبول المازوت. شو
كله تقطع زيت شوية لأنه هذا يمكن كان قصير بيش بس تقطع خلعتنا الطوموبيل هادشي هادشي خصنا نديوها وغدا غنسافروا وليت كنقول واه غادي ندخل المغرب ونخليها خسره دابا قولي لنا الحقيقه عن نحيله درتي هادشي بالعاني حيت غادي نمشيو نخليوه ما تخاتش بينا ما تخاتش قولي الحقيقه قولي الحقيقه ما تخاتش اشنو اشنو شي اللي بان ليا ما تخاتش بينا احنا غادي نرجعوا ان شاء الله ان شاء الله غير حافظي على راسك خليت شي واحد يدخل دابا راه ما تعرفش دابا راه ما تعرفش بغيت دماري لا لا دات لينا هذيك زعما مشيتي تخليوني فوالا في المغرب تاكلوا الماكله الزوينه تخليوني انا في الصيد ديال بوتسوانا والساعه كاينه الشتا عاد حق الله البارح قلنا راه يطيح الشتا قال لينا هاد السيد قالت لي عنده مازال الشتا راه معطله ما كطيح حتى لنوفمبر ايوا صبنا كاع الحوايج كلشي السبرجيله المونطويات عرفتي كلشي كلشي شوف صبنا فريمون كلشي شوف شحال الحوايج كاع داك صبت الحوايج صبناهم البارح في البنوار وصافي ودابا ما عرفنا كي غنديروا معنا نلبسوا باش نمشيو للمغرب غادي ندخلوهم لداخل وندير لهم فرفاره ونشوفوا هلي. يلا بسم الله فين ما السوات معك انا عاونها يمكن نحط ما كاينش المزق كنت سيركوي بسم الله هبشي مشات هذا هبشي مشات دخلتي في الاول فاش كان كيش على الطابلو دبور وكضرب ديمارور كيضرب كنت عارف انه المازوت ما كيطلعش صافي عاونت بالاكسيراتور ديمارات وتبدا تبول المازوت درت بيبي من الانجكتور جاب الله كان عندنا التيو باش علاش كدير لنا بحال هكا ها علاش كدير لنا بحال هكا ما بغيتناش نمشيو سمعتي الوالد الوالده راه نحي لا مبغيتش نمشي ما تخافيش ما تخافيش دابا نرجعو ليك ان شاء الله والله انا نهار بغينا نطفوها بالعربيه والله الا ديماريناها باش نخرجوها نحلو لا طونط ولكن دابا الشتا وخاصنا نديوها نحطوها عند واحد السيد في دارو ما بغاتش كما نمشيو هذا سيني كما خصناش نمشيو خصنا نبقاو معاها راه بحال الدراري الصغار كيبقاو يبكيو فاش تبغي تخرج وكيحسيك قلبك قاس قاس يلا نمشيو نجمعو داكشي اللي بقى لنا هاد الحوايج انا هلا اللور درنا كاع داكشي باش ما يكونش اكسيسيبل واخا في بلاصه زعما سيكوريزي ولكن هنا درنا داكشي درنا هاد البلانشه بصح ما نخليو حتى حاجه اللي باينه تقدر تجبل في العين الله شتا هنايا كطيح هاد الزبلينه هادشي
ما العمر الزبيلي مالوش لو دار؟ ما تقطع الكوسان قطعت عليها تقطع الكوسان خاص تلقى شي حد. يلا يلا وخا لينا والو خصنا نجمعو كلشي. يلا الو خوينا الطوموبيل جمعنا كلشي ودابا غادي نمشيو نتحطو النحيلة. عندنا واحد قلبنا وقبض شوية حيت غادي نخليوها نمشيو مي ان شاء الله اولا بون كوز. ياك عمر كاع ما كيهضر قلق ما عرفتش نحس براسي في شكل انتخطان نشرنا الحوايج داخل الدار ما بغوش يشوفوا لينا عمسي غادي 3:30 نتمنوا انهم يشوفوا لينا غدا ان شاء الله. عندنا الطياره مع 6 الصباح خصنا نكونوا في مطار مع 6 الصباح ان شاء الله. نرتاحوا شي شويه ان شاء الله نشوفوا لي بارون بابامي او نرجعوا نكملوا المغامره ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله ثم انا نوريكم علاش النهار هذا النهار هذا طالع وجهي الصباح الطوموبيله ما ديماراتش. لا بعدا بدينا نصبنا الحوايج كاملين باش نخليوهم نقيين باش يجيو القوم يلبسوا. نهار صبنا الحوايج تحت الشتا دونك نشفناهم بالفرفره دابا باقيين باردين وخصنا نجمعوهم باش ما يطببوش باش ما يخنازوش كنكملوهم بالحداده. هذيك ما عندو فين زادتو فيلا واخا جاوت تبعنا هاد الطوموبيله على صباح كيف قلت بغيت نديماريها ما ديماراتش. انتما شوفوا عمر كي جاكم هادشي كامل بقى لنا والو ان شاء الله وجدوا الطياره. عندنا شي 24 ساعه ديال الطياره. عندنا 24 ساعه ديال الطياره دونك سبعه سبعه ونص ديال المتبه ما عندنا ما نديرو مي ان شاء الله نمشيو المغرب نرتاحو شويه ناكلو مزيان ونشوفو العائله. خليكم معنا شوف حنا عيانين وباقي ما ناسنا باقي داكشي كثيره كنا في الطياره الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير المغرب ودوزنا شهر مع العائله والاحباب دازت زوينه ومغامره في افريقيا مازال ما سالاتش. ما تنساوش تابوناو باش تشوفوا الفيديوهات الجايين. تهلاو في راسكم.